يومك يا سعدية. ما بتحلى أعداد إلا معاك لم ننسى. تعي حبيبتي تعي تعي لم ننسى. وأريضا نص ساعة دعايات ربع ساعة برامج خلصونا بقى. زعلان؟ انت زعلان؟ ايه انا لازم ازعل؟ ايه صار لك مدري كم يوم متغير، صفنا له قاعد عم تحكي مع حالك، صح شو عم تحكي مع حالك؟ ما في شيء، حنكي عم يجعني، رايح اتفرج على التلفزيون. وانا كمان خذني معك. ايه 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 ماشي، الدورة اللي بعدها بستنى. ودورة رابعة واحد اثنين. ليك بسلم شو هالدولاب عم يركب على 8؟ لك وانت شمقري منين جابوكي؟ رح يخلص السحر ولسه ما ربحت شي. سحر هنا طلع فافوش، لحا ما حطيت 70 ليرة على الفاضي. ايضا 100 ليرة سورية الدورة الأخيرة الخامسة أطفال 1 2. اطلع سبعة صفر 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 قولي واحد الحقوني. أنا 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 الحقوني رح أموت. حطي على القناة الثانية. تكرم عينك. عالم الحيوان. طفي. ايه حاضر. الحقوني انا انا. سامع جميل؟ شوفي. هذا صوت ام محمود عم تستغيث. اه بتغيث انا. قومي لنشوف شوف. محمود؟ يا محمود؟ انا. جميل كسر الباب. تعي لهو. رح موت انجلطت انا. لا رح تشرب عني. وجميلة شو؟ جميل اطلب الاسعاف على السرير. اطلب اوام جميل اوام اطلب لي الاسم. مهم الان مفصول ماليا. علقني حمزوبي حمزوبي. لا لا كله على حظ. شو بقى؟ ما في شيء. شاف الشلطة دكتور. شلطة على مساعدة. على ساعدوني يا جماعة ساعدوني. خليكي برا، ما بتعرفي الأنظمة والقوانين هون. شو بعرفني أنا؟ جميلة تكون ماتي؟ لا شو ما أم محمود؟ عيونا. شفتي؟ جميلة تكون ماتي؟ لك لا مو أم محمود. عيونا. شفتي بس. شو كانوا عم يعملوا لها جميل؟ عم يسعفوها. كيف عم يسعفوها؟ لك ولعي العلفي. أهلا. محمود وين كيف شو محمود؟ طمنا حكيم. لوين أخذينا؟ على غرفة عناية مشددة. عناية. منيح منيح دكتور. جميل تكون ماتي؟ لا لا شو محمود؟ ايه منيح منيح. تفضل تفضل تسطحي. هو يا سلام. هلا هذا هو تختي؟ ايه هذا تختي. عن اذنكم هلا شو بدك بالخشبي؟ اميها من تحت ظهري. ما بتنطر انا الا على الخشام. ايه على راحتك على راحتك. شلحي هيك قدام. ايه هيك بدي. شو علي انا اللي بشلح؟ جيبي جيبي توب نضيف. انت ركبي لها سيروم.
شو اسمه حكيم؟ انا الدكتور شفيق محسن. شفيق محسن 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 شو شاعري ماما ماما مو ماما هاتي هلا بدي اياه جيبوا لي اياه من تحت تعطي الارض هلا بدي اياه جيبوا لي اياه جيبوه والله ما بخبي عليكم حالتها خطره مع احتشاء امامي سفلي امامي سفلي خلص بقى كلي اما حالتها هلا بدات تستقر شو بيصير معها خلال 24 ساعه القادمه الله بيعلم ايه شكرا كثير دكتور عذبناك معنا لا تواخذ امامي سفلي على فكره شو قصه هي درفه الخزانه اللي متمسكت لي فيها وما عم ترضى تتركها ما بعرف دكتور هي ما رضيت نأسفها غير لما حطينا لها الدرفه على بطنها بعيدا عنك ومين هو هذا الشخص اللي على طول عم تسال عنه وينه؟ هاتوا لي اياه، جيبوا لي اياه. هذا يمكن ابنه. أنا برأيي تتصلوا فيه وتخلوه يجي فورا، يمكن إذا شافته ترتاح وتشفى بسرعة أكثر. على إذنكم. إذنك معك. جميل. شلون بدنا نجيب ابنه من الخليج؟ بسيطة بنتصل فيه. معك رقم؟ لا هلا بس تصحى بنسألها شو رقمه. جميل مات؟ لا شو ما؟ مرحبا يا أخ. عيونه ابن عمي. ما مات. ليش ما جيت هذيك اليوم؟ ما بدي اجي ما قلنا لك نشرب القهوة سوا ما بصير هيك ثاني مرة لا تعمليها عفوا محمود كيفا مين هي دخلت هلا؟ ايوه اي بدون الله يعافيها حضرتك اللي مشرفة عليها جوا؟ اي انا يعني هيك كلهم حلوين مثلك جوا بالعناية المشددة لو بعرف انه في هيك ملاك رقيق رقيق وشاعري ولطيف كنت حطيت جلطة بقلبي وفت لعنكم لجوا لا تحاول مخطوبة وانا متجوز على هون جميل هلا انت ما كنت تتوم بركي كان طبعا بتطبع حسنه ومثل هذيك ما لطشتك كف هي تلطشك بالقنينة اللي معها بعد بتفوت لعند غرفه ام محمود وبداويك الملاك الرقي حلوه ليه بدنا نضل قاعدين هون نحن حرام مشان ام محمود قطي ما لها غيرنا جميل طب نحن شو بدنا نساوي لها هي الدكاتره عم يضربوا قبر ويشتغلوا فيها نحن شو بدنا نساوي لها حرام بركي اعتازت لها شي شغله شو بدها تعتاز أنا ما عاد سمعت صوت أم محمود. شو؟ دكتور ماتي؟ لا شو ماتي؟ أم محمود؟ إيه عيونها شفتي إنه ما فيها شيء. ما طبقت معه. الظاهر صعبة. اسمه مفتوح الباب لانزل اطمن على رجله. أم محمود؟ محمود يا وين راحت ما في بالعاده تطلع برات البيت وتترك باب الشقه مفتوح وهي عكازتها ما بتقدر تمشي بلاها شو القصه مين انا حبيبي جارتكم ام تحسين افتح لي خليكي برا اذا بتريدي ايه عفوا لا تواخذنا يا شمادتي فيكي هلا ليه بدنا نضل قاعدين هون خلينا نروح نستفقد الاولاد ونرجع بكره لا بالاول لازم نطمن على ام محمود ايه وين راح الدكتور مع الديان اقعدي خليكي هون هلا بيقلعوكي ايوه شو بها محمود؟ عم يقول الدكتور اجاها احتشاء بعضلة القلب، شو يعني؟ يعني جلطة تاوب لهون، جلطة بعيدا عني جلطة؟ ولي ما اجتها جلطة؟ بكير كنت عندها ما كان فيها شيء الظاهر اجاها خبر من ابنها بخور فكان زعلها قام اجتها جلطة بعيدا عني وشلون هلا؟ خلطة خطرة كثير كثير خلطة خطرة الله يستر طيب انتوا ليش قاعدين هون؟ ما تفوتوا لعندها؟ شو بدنا نعمل يا انت حسين؟ ما عم يخلونا نفوت لجوا ها سمعتي؟ جارتنا الله يرضى عليكي انت خليكي هون شي ساعه ساعتين اذا ماتت ام محمود خبرينا ليش انتوا وين بدكم تروحوا نروح على البيت داخل صرنا زمان هون
لك شو في هون الا ما تسمعينا حكي ما بتفهمي شو في جوا طلع برا ما بعرف دوروا لي عليه بدي اياه جيبوا لي لا لا بدي اياه بدي اياه تولي يا هلا هلا حضري حضري ابن البنتر جيبها بسرعه منين بيجيب لابنا ما هو بخور فكان جيبوا لي اياه سمعت جميل روح جيب لي اياه الدكتور من اول ما فات على المستشفى قال اذا جبته ابنه بسرعه بطيب بسرعه يلا جميل روح جيب لي اياه دوروا عليه وجيبوا لي اياه لك بدك تجيبه انت بحبش عليه بخور فكان انا وانت بحبش عليه يا لسه خلي جميل روح دور عليه حرام عليك سال عنه عن رفقاته او شي بطل تعرفه لك ما بدي اعرف مين هن عنه عن رفقاته ما دخلني هلا روح انت وياها لا تتخانقوا الله يعطيكم العافيه انا بضل عندها بس لا تنسوا تخبروا ابو تحسين يجي ياخذني بعد ساعتين ها يكتر خيرك يلا نمشي ام تحسين اذا صار لي شيء لام محمود او مادد ابغى خبريني لا ان شاء الله ما بيصير شيء روحوا انتوا انا معكم رايحين لك يلا بدي نام خبريني انت بدي نام الله معكم روقي روقي هلا بجيب لك اياها حبيبتي حبيبتو خلي عينك عليها وينك يا صبيه؟ ضايق لك شوي بس لا تزعطي شو بدي؟ الله يرضى عليك خليني فوت شوفها شوي ممنوع بس خمس دقائق فوت بطمن عليها وبطلع ولا خمس ثواني ممنوع يعني ممنوع كمان هون في خيار وفقوس شوفي انا ما دخلني هاي الدكتور عندك اسال لي يا بخليك تفوتي يا اما لا وينه هذا الدكتور ليك هونيك شكرا عفوا شو بدي اقول لك الرجال هذا قريبه اللي كان واقف هون وينه جميل كثير راح مع مرته ليش متجوز ما شفتي مرته كانت واقفه معه عجيب كيف كان عم بيغازلني قدامها شو قلتي لا ما في شيء عم اقول ما عرفت انه مرته عن اذنك هيك اضمن شيء انا هيك ما بقى ينفتح الا بالمفتاح ان شاء الله يسلم هديات يا رب هذا المفتاح بتخليه معك بس تطلع محمود بالسلامه بتعطيه اياه يلا ما عم بفهمه انه ليش ام محمود متعربطه بدرفه الكومدينه ما عم تتركها ولا لحظه ايه معك حق انا حاسه كانه لي علاقه بمرض ام محمود مزبوط خاصه اني لمحت انا على الدرفه من جوا نمرت يا نصيب نمرت يا نصيب مستحيل ام محمود كثير بخيل ولا يمكن تسخب 70 ورقه حق نمرت يا نصيب صح بس لما طلعت علي اشاعه اني ربحان الجائزه الكبرى يمكن تورطت وقالت لحالها اذا سحبت شي نمره بربح سحبت نمره يا نصيب ما ربحت خسرت النمره انجلطت هذا التحليل العلمي الوحيد لوضع ام محمود ايه معقوله بس شو بتفسر كثره طلباتها لابنها اللي بخرفه كان معتقد ما في شي بس بدها تشكيله همها مسكينة هالأم محمود لسه ما طابت من كسرة رجلة اجت هالجلطة مسكينة الله يساعدها اللهم عافينا كيف ملاقي حالك هلا؟ إن شاء الله مرتاحة خالي؟ دخلي من الدنيا تركيني مرتاحة أنا داخل إياه لا تزوري علي زيادة تنتين ملائكة الرحمة أنتم هذول المغيطات اعطيني شيء وحده ابي يلا خلصنا طولي بالك خلصنا غيرت الحديث لطيف شو قال اهلين دكتور التخطيط جاهز تحضير اهلين حبيبي صباح الخير يا حلوي صباح النور انت الحلو كيفك اليوم ماشي الحال لا تخطيط كويس والحاله متراجعه واصبحت مستقره ارجيني لشوف دكتور يعني ما راح موت لا كنا بدنا نموت بس ما حدا بيعرف امتى هذا الشيء بايد الله سبحانه وتعالى ونعمه بالله يعني بقدر روح على البيت انا مستعجل كثير كثير على شو بدي اصرف شو هي لا لا ما في شيء ما في شيء اميلي هالخشبه من تحت ظهرك هيك بتورم جنابك يا حجي حجي صحبتان اتركها هلا للخشبه هلا ما عاد تشوف غير الخشبه معي ديسك انا الدكتور واصف لي نام على الخشب عصي لانه عم يجعني دكتور وصف لك اياه أنا دكتور دكتور مثلك بس لابس ابيض مو مخبر مثل حكايتك مو دكتور انت ايه دكتور ارتاح ارتاح هلا بدي اسالك اجرك شبهها مكسوره اتركها يعني
شو يعني؟ مكسورة ولا مو مكسورة؟ يعني مو مكسورة مكسورة بس مكسورة. ليه؟ ما فهمت عليكي. هلا انت بدك تطبي برجلي ولا قلبي؟ لا قلبك طبعا. خلاص اترك رجلي لغيرك والدم اللي بقلبي يا قلبي. اي سلامة قلبك، ارتاحي لا تعصبي. يا هي ملكة الرحمة. هلا مو وعدني انك ما تضحك. يا اخي وعدتك بس مو بايدي ما بقدر. شو طلعت بعدها مسافرة؟ قال والثانية ضربته كف والثالثة مغتوبة. شايف على الحظ ما انحسوا. بتعرفي شو بدي اكل غيره؟ خلص بقى تضحك قلقتني ها؟ خلص وسيم اذا بدك تضلي عم تضحك قوم تيسر، اللي فيني مكفيني. خلص سكتنا. طيب شو ناوي تساوي هات لشوف؟ بشو؟ بدك تستمر ولا بدك تنسحب؟ شو انسحب؟ لا بدي استمر، معقول انسحب بعد كل اللي صار؟ طيب شو ناوي تساوي؟ يا اخي مرتك مو معقولة منو؟ بعرف انه مرتي مو معقولة، مو معقولة وبس، ومو طبيعية كمان. قال حيط قال، انو حيط؟ فشر الحيط، جبل صوان. تأخرت نجاة، ما قالت لك تقدمي لها إجازة؟ لا. وين لكان؟ بكون عم تشرب جوزة قهوة. الله يعينها. اللي من إيده الله يزيده. صباح الخير. صباح النور، وينك لهلا؟ شغلتينا بالنا. هاتي ورقة وقلم من عندك بسرعة. لشو؟ هيك هلا بتعرفي لشو؟ ايه. هاتي لشو، تفضلي. أرجو الموافقة على قبول استقالتي. إيه ها؟ من زمان اتركي محلك لغيرك. ليلى ليكي ما تحكي معي ولا كلمة، واصلة لهون. ما حكيتك شي، ليش عم تعيطي؟ لأنه أنت بالذات ما بدي إياكي أختي تحكي معي. اتصطفلي. وكمان لا تقولي تصطفلي. اتنباعي بالعزا. يوه. صباح الخير. صباح النور. صباح الخير. صباح النور. ليش تأخرتي لهلا؟ وين كنتي؟ كنت بالمستشفى. خير ان شاء الله؟ حدا من الاولاد مريض؟ لا الاولاد بخير الحمد لله ما فيهم شيء. الاستاذ جميل في شيء؟ ولا جميل، بس ام محمود اجت جلطه امبارح ونقلناها على المستشفى واليوم رح تطمن عليها. وشلون هلا؟ لا الحمد لله قالوا الدكاتره انه صار الخطر. وشلون اجت جلطه؟ يعني تعبت ولا زعلت؟ ما بعرف. طيب اعمل لك قهوه؟ يا ريت. على عيني. تسلمي يا رب. شو قصة درفة الخزانة اللي حملتها معها أم محمود على المستشفى ومتعمشقة فيها؟ لو كانت أم محمود فعلاً زعلانة على الخسارة ما كانت تمسكت بالنمرة الخسرانة. معقولة تكون؟ إيه معقولة، كل شي معقول. لشوف الجريدة. على قبول استقالتي. وليش بدك تستقيلي؟ لا يا ست نجاح اسمحي لي، المديريه حريصه انه ما تخسر موظفه انيقه وحلوه ونشيطه مثلك. شكرا كثير يا استاذه على الاطراء، بس الحقيقه ما عاد اقدر تابع. جوزي هيك بده، اخر شيء هددني اياه هو يا الوظيفه. لا لا لا، بس انت استقالتك خساره للمديريه. انا برايي انك تتروي شوي وتفكري او تلاقي طريقه مع زوجك. والله حاولت كثير يا استاذ بس ما مشي الحال. بعدين اخر شيء قلت لحالي يلا جوزي اهم من الوظيفه. يا عيني عليكي، فعلا هو الرجل لازم يكون اهم شيء بحياه المراه. انا احترمت كثير هالجمله اللي عندك، هي مع الموافقه بس. وانا حزين بتعرفي، مو بس انا حزين، الوطن كله حزين باستقاله موظفه مثلك، لانك انت من القلال اللي ما بلعوا لهلا. تفضلي. شكرا كثير استاذ. مع السلامه. وانا كمان ما بلعت بس ما بدي استقيل. وش فقر؟ سالم. استاذ سالم. استاذ سالم، شوف لي هالاصباره مضبوطه. ايه مضبوطه. يعني انا ماني متاكده، شوف لي اياها. خلاص قلنا لك مضبوطه. طيب شوفها. هاتي ارجعي لمكتبك. بدي اخذها كلها معي. لك انا اشوفها. طيب ارجعي لمكتبك. سالي ليش ما عم تطلع فيي؟ متضايق مني بشي؟ لا ماني متضايق منك، ماني متضايق منك بنوب، متضايق من حالي، من حالي. الله يعدمني حالي منك. شو بو؟
مرحبا وردة. أنيسة وردة. حاجة تعديل. المدير بيطلع بيضحك قتلي. شو بدك لاحقني لهون؟ جاي أطمن عليكي. مرتاحة هون؟ كتير. يعني أكتر من مكتبنا الصغير اللي بنمنا؟ إيه أكتر. قد يعني؟ كتير. يعني هيك ولا قد اللي؟ آه شباب. وردة شوفي، إذا متضايقة هون بالمكتب احكي لي، أنا بعمل لك واسطة مع المدير خليني أقول لك لمكتبنا، لأنه مكتبنا كتير مفتقد لك. لا مرتاحة هون. قد وردة يعني بدها تضل هي أم 44 عندي بالمكتب؟ وشي بوشة؟ مين أم 44؟ هي الأنسة أمل اللي قعدت محلك. هلا كيف عندك 44 موظفة تغزل فيهم على كيفك. بس هالوضع ما راح يضل هيك بنوب. حاجة تعيط لي هلا بيطلع بيقول لي شبكي؟ شو بدي أعمل أنا؟ شو بدك تعمل؟ مدير هون؟ إيه هون. شو عرفك إنه هون؟ بعرف إنه هون. ببين هيك إنه هون؟ فيني أقابله؟ شو بدك منه؟ شغلة خاصة للنص. لحظة لأخذ لك إذن. شو هاد؟ حلا على الصفر. تفضل. دعي لي. الله لا يوفقك. يعطيك العافية أبو جمال. أهلين. نعم. الله ينعم عليك ويرحم والدينا ووالديك. استاذ مشان الأنسة أمل اللي حطيتوها عندي يعني ما كتير بتفهم بأمور الدراسة، فقريت رجعوا لي وردة. عفوا قصدي الأنسة وردة. هيك رأيها؟ هيك رأيي أنا، هيك شايف. ما حذرت. وليش بقى ما حذرت؟ أولا لأنه الأنسة وردة بتنبق لمنصب السكرتيرة أكتر، أوجه طلتها أوجه. ايوه. وثانياً الأنسة أمل معها بتتعلم شغل الدراسات لأنه هي بتلقط بسرعة. بتلقط. أنت شو رأيك؟ والله ما بعرف، يعني أنا شايف إنه مو من رأيها. ليش هالدربكة كلها واللفة والدورة؟ خلاص الأنسة أمل تفهم بأمور السكرتارية، والأنسة وردة كتير ضليعة بأمور الدراسات، فيا ريت يعني تحطوا الرجل المناسب بالمكان المناسب. حلوة أيما، قصدي المرأة المناسبة بالمكان المناسب. فهمت ولا أشرح لك؟ انت برايك هذا شغلنا ولا شغلك؟ شباك لا تدخل بشي ما بخصك. شباك وين رايح؟ امشي. شو بدك؟ امشي معي. وين رايح استاذ؟ امشي معي. طول بالك. امشي طول بالك. عود ولا شو؟ عود زبط لي وضعك هيك وشوف هيك. نحن كمديرية لازم دائما ناخذ احتياطاتنا. بلكي شي موظف لا سمح الله استقالت او قدمت اعارة او مثلا اخذت اجازه بلا راتب، ما بتنقطع المديريه. انت بدك المديريه تنقطع شيء؟ شباك استاذ ليش تنقطع وما تنقطع؟ انا عندي اقتراح، شو رايك فيه؟ شو هو؟ اقترح لشوف اذا عجبني يعني ومعقول ممكن اوافق عليه. شو رايك نقول لك الانسه امل من عندك على المحاسبه وجيب لك مرتك من المحاسبه لعندك؟ لا استاذ منيح. كل شيء لجيب لي مرتي. الانسه امل كثير بتفهم بامور الدراسات. منيحه استاذ، منيحه كثير. منيحه؟ ايه منيحه. بس لا تتدخل شيء ما بيخصك. امشي لهون لشو؟ امشي امشي معي لهون. وقف. شو بدك تساوي استاذ؟ طخي. ليش؟ طخي. حاضر استاذ، احنا رفقاتك بنمزح مع بعضنا كثير. ان شاء الله مشي الحال. ايه مشي الحال، مشي كتير. يعني ما مشي؟ لا ما مشي. ادفشه دفشه بيمشي. دفشته بعدين دفشني. الله يعينك. ورده. انسه ورده. طيب يلا بيطلع بنتفك. ايه انسه ورده، يعني اتذكري انه نحن كنا زمان مكتب واحد كان في بيناتنا قله مخرزه، بيعملي لنا زيارات شقي علينا. ان شاء الله. ايه يعني اذا ما فضيتي ولو انه اعمل لك تليفون خلينا نسمع صوتك الحلو. يا حلو استاذ سالم رجعنا. هلا بقلب فيك. روح على مكتبك. يلا يلا عندي شغل. رايح بس ليش هيك في شوب عنكم كتير؟ شوب الو. رح اطق شلون بدي ارجع سكرتيره للاستاذ جميل؟ لقيتها. الو اعطيني خط.
موجود؟ انا امل. ايه امل سكرتيرتها للاستاذ جميل. لا مدام، مو انا اللي بدي اياه، الاستاذ جميل طلب مني انه يطلبه. وين راح؟ طيب شكرا. اكيد بالبيت وما بدي يعني احكي معه. اكيد قلبي حس انه انا اللي طالبته مو الاستاذ جميل. شو بدي زعوية؟ اجيت بوقتك سالين. شو بدي ايه؟ الك ولا للديب؟ للديب اختي، للديب. يا عيب الشوم عليك، هيك بتخجل آنسة عم تطلب منك مساعدة؟ هلا انت آنسة انت؟ شباب؟ شبك انت؟ قصدي شو بدي ايه؟ بديك تتصل لي بواحد وبس يطلع الخبز تعطيني السماعة، الله يخليك تقبل قلبي. وليش هلف والدوران ما تتصلي فيه انت وتحكي معه؟ اخي ما بقدر، بعدين بشرح لك، اطلب الاستاذ وسيم. اطلبي خط. اعطينا الخط وليه؟ شو الخط؟ دقي رقم. الو؟ الو مرحبا وسيم. عفوا، مرحبا مدام. يعطيك العافية. أنا سالم. بدي الأستاذ وسيم. أنا رفيقه. شلون ماني رفيقه مدام؟ أنت ما بتعرفيني. مدام أنا رفيقه، من جديد متعارفين على بعضنا، ما صرنا زمان. بجوز ما أقول لك مدام. عاوزه شغلة خاصة. لا مدام، خاصة للنص. مدام شغلة ما بتنحكى. يعني شغلة رجالية، يعني رجال على رجال، يعني مثل رجال. ايه عجبك هيك؟ يقطع عمرك انت وياها. سكرت الخط بوشي. يقطع عمرك انت، ضروري تقول لها خاصة للناس؟ بعدين شو كنت عم تخبص وتقول لها شغلة رجال برجال وما بتنحكى؟ احترت شو بدي احكي معها. انشفت الرياقي على مين انت، وانا بعرف كل رفقات جوزي وماني سمعاني باسمك، وجوزي ما حكالي عنك. دخلي مين اللي اعطيتيني احكي معه؟ هي مرته للاستاذ وسيم. ومين هذا الاستاذ وسيم بلا صغره؟ ما دخلك. مشيت احد. وي دكتور فكرتك جوا، كيفك؟ اهلين صحتك؟ جاي اطمن على ام محمود، كيف صارت هلا؟ لسه من شوي كنتي هون وسالتي عنها وطمنتي. جاي لعندها لانه بدي اسال اذا هي لساتها عم تسال عنها ولا لا. ما وقفت ولا لحظه. يا حرام دكتور، انا جايت لها خبر كثير بفرح وجاي اخبر لها، ما بدي منك غير خمس دقائق. اذا الخبر بفرحها بجوز يكون لصالح المريضه. ما في مانع. ما بدي وصيكي انزعجات، ما بدي. أبداً. تفضلي. ابدا شكرا كثير دكتور. شكرا. تفضل. شكرا كلك. ام معمود هون. انا ام معمود. انا حبيبتي ام معمود، وحشتيني قوي. توبشيني شو حنون ايديك. ما بقى ايه محمود، ان شاء الله الحمد لله على سلامتك. الدكتور قال لي انه صحتك صارت منيحه وزال الخطر عنك. صحي دكتور؟ ايه اطمن يا ستي، حالتك كويسه. خليني اطلع لك. هان لوين بدك تطلعي؟ على البيت. لسه بكير كثير على البيت. وشو لسه بكير؟ ما انت عم تقول حضرتك انه صحتي صارت كويسه. ايه قلت صحتك كويسه، بس هذا الشيء ما بيمنع انك تضلك عنا يومين ثلاثه مشان صحتك يا محمود يا حبيبتي. اوكي حبيبتي، مساله اخرى، بس يعني ضروري تضل هون. طبعا مشان صحتي. ممكن لك ان اخذ منك اذن ساعه زمان، روح اقضي فيها حاجتي وارجع. في شيء؟ لا طبعا. الشغلة اللي أنا طالعة مشانها مهمة كتير، قد ما قالوا لك ولدتك. إيه معناتها في شيء؟ ما في شيء أهم من صحتك هلا، بكرة لما بتطلع بالعافية من المستشفى بتقضي كل حاجاتك. أنت مالك عرفان الشغلة اللي أنا طالعة مشانها، وشو بيصير إذا تأخرت يومين ثلاثة؟ بخسر بلاوي، خنسلت عافيتي وتقرمت وياتي. قد ما خسرتي بتضلك ربحانة صحتك.
ام محمود انت قولي لي شو هي الشغله المهمه اللي لازم تساويها وانا بسوي لك اياها. لك ما بيصير، ما لازم حدا يساويها غيري والا بتطير. بتطير؟ شو هي؟ لك ما في شيء، ما في شيء، بتعلقوا الاسره انتم مثل اطفال. طيب ممكن اسمع لك دقات قلبك؟ اسمع يا قلبي. عادي عادي اسمع. يلا ام محمود ساعديني شوي. يلا 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 حبيبتي يلا يلا. منى في في ايه؟ ليش ما في ايه؟ طب اكلت صفر واحد، سمعت له صفر واحد، يعني محمود نايم على 3 ملايين، معها حاطت عمشة بالدرفة، سمعت له صفر واحد، سمعت له صفر واحد، جميل. وين؟ 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 لجوا بالله شو؟ شو الشغلة فوضى؟ طولي بعرضي مو شايفتيني؟ لا عسلامتي، مين حضرتي؟ أنا سكرتيرة المدير، وإذا بدك شي من المدير بتقولي لي إلي أنا وأنا بفوت بخبره بيستقبلك؟ إيه لا ما بكي شي، وذوقه لجميل كتير حلو هالمرة، عارف مين ينقي. قلت لك عمي شو حلوة. أرجوكي مدام، أنا ما بحب أسمع هيك حكي. ما قلت شي، قلت إنك حلوة وبعتقد إنه أنا ما عم بكذب. ممكن تقولي شو بدك باختصار؟ بدي أقابل أستاذ جميل. شو بدك من الأستاذ جميل؟ الأستاذ جميل جوزي. الأستاذ جميل جوزي؟ ايه بشحمه ولحمه. حتى لو كنتي مرته يا مدام لازم خبره، بركي ما بيحب يقابلك. بلشي. عفوا يا مدام، انت زوجته بالبيت، هون الموضوع مختلف. عم تحكي جد؟ طبعا. ايه اذا هيك فوتي قولي له للأستاذ جميل زوجتك هنا برا وبركي ما بيحب يقابلها لهنا، انا هنا. تفضل ارتاحي. شكرا. تفضلي شكرا. حلوه حلوه. في وحدة ست برا عم تقول إنها زوجتك وبدها تفوت لعندك. جوزتي زوجتي؟ هيك عم تدعي. خليها تفضل. حاضر. شو جابها لهو؟ تفضلي. مرحبا جميل. أهلين هنو، لك شو هالمفاجأة الحلوة هي؟ مفاجأة حلوة وبدي إذن لحتى أدخل لعندك. معلش بس وردة ما بتعرفك لأنه. وردة؟ قصدي الآنسة وردة السكرتيرة الجديدة. حلوة ما مو حلوة؟ هالمرة عرفت تنقي مو لهذيك السكرتيرة. يعني حلوة شفتيها؟ حلوة بعقل؟ ايه بتطير العقل. ايه مو بس حلوة، هي حلوة الحلوات وجميلة الجميلات ووردة الوردات. ايه الله يهنيك يا رب. جميل انا جاي عندك بخبر رح يفاجئك. شو؟ محمود ماتت؟ لا شو ماتت؟ ايه رح تعيش عيشة العمرين من يوم ورايح. ليش ركبت قلب جديد؟ المصاري اللي ربحتها راح تركب قلبين بدل القلب. مصاري وربحتها؟ شو ربحتها هي؟ بكون ابنها بعت لها من خور فكان. شو خور فكان وما خور فكان؟ حبيبي جميل، ام محمود ما اجت الجلطه لانه خسر 70 ورقه حق ورقه يا نصيب، بالعكس ربحت الجائزه الكبرى. طلعي عاوزك هلا عن جد هي ربحت ولا بدك تطالع عليها اشاعه مثل ما طلعت علينا؟ صدقني يا جميل، أنا لما شفت أم محمود متناسكة بباب الخزانية اللي عليه ورقة اليا نصيب ومو راضيانة تتركه، قلت لحالي أكيد ربحانة تلاقي جائزة، بس مو معقولة الجائزة الكبرى، الجائزة الكبرى يا جميل طلعت 3 ملايين. طيب شو عرفك إنه ربحت الجائزة الكبرى؟ يا سيدي أنا نزلت على السوق وسجلت رقم الورقة اللي ربحاني بالجائزة الكبرى ورحت على المستشفى وقارنت الرقمين طلعوا متطابقين. متأكدة؟ طبعاً متأكدة، تخيل أم محمود قلبها ما تحمل الفرحة منيح ما راحت فيها. هدول 3 ملايين مو قلال، بس بدي أسألك حدا غيرك دريان بهالجائزة الكبرى؟ ما بعتقد. هلا ما بتعتقدي شيء والواقع شيء تاني، مشي معي. لوين؟ على المستشفى. وشو بدك تساوي هني؟ نحن لازم نحافظ لها على النمرة ليقوم حدا يلطش لها اياها، نسيتي انه هي الجائزة تصرف لحاملها؟ مشي. مشي. ليش؟ ما بدي افهم. اريح لها دكتور، اريح لها. ومين قال لك اريح لها؟ صدقوني هون احسن، بعدين ليش لتنقلوها وتشنططوها وتتكلفوا مصاريف زيادة ما لها طعمة؟ التكلفة مو مهمة، المهم انه هي ترتاح، يعني اهلها جيرانها بدهم يسوقوها، وبتعرف هو القوانين صعبة، ممنوع حدا يفوت ويطلع، واللي بيفوت ما عم يطلع. عفوا. عادي خليكي. أنا ما بنصحكم، على كلن أنتم حرين، إذا بدكم تنقلوها بتكتبوا لي تعهد خطي بإخراجي على مسؤوليتكم،
أنا بصراحة ما بقدر طلعها من هون على مسؤوليتي. بنكتب شو علي حكيم بنكتب؟ مين حضرتك أنت ابنها؟ لا شو ابنها؟ أنا آسف كثير ما بقدر، بدي تعهد خطي يا إما من زوجها يا إما من ابنها. زوجها أعطيك عمره. يبقى ابنها. ابنها بخور فكان، منين بتجيبه؟ أنا آسف كثير ما بقدر. طيب أنا عندي فكرة، بصير هي توقع على التعهد بخط إيدها؟ إيه بصير. خلص محلولة، إلك مني جبت لك تعهد موقع بخط إيدها أحلى توقيع. برجع بالكون هون مو أسوأ من المشفى الخاص، وانتو حرين. مزبوط، على كل حال كتر خيرك، انت عملت واجبك دكتور وفضلت علينا. معلش معيتك تعطينا شي ورقة بس تكرم عينك. مشان نوقع التعهد. وهي ورقة بيضاء. بلكي بتطلع من هون، رح ينفلجوا إذا شافوا حدا طالع من هون صاغ. بقدر فوت لعندها؟ تفضل. لا تواخذني بس أنا بتقل دم شوي. تفضل. طيب وين؟ معك. ما بيصير شو فكر مين ما كان بحق له يفوت لهون. اسمعنا انت. انا اخذ اذن. ايوه. بعدين مدير انا، روحي قلي شو جابك لي، فكر فيها شو ربا يلا عدني. ايه. جميل. لا تفوت مشدده هي. دكتور خليها تفوتنا. يا نور. نعم. تركيه يفوت. كيفو؟ أي فوت؟ شو يعني؟ مهم 3 ملايين. 3 ملايين. شو عم تساوي؟ شو عم تكتب؟ لحظة محمود، أنت شلونك؟ الحمد لله صرت أحسن أنا. أبو طارق، قلو للدكتور إنه يطالعني من المستشفى، ما عاد يجعني شيء، بدي أروح على البيت، مضطر أروح على البيت لأنه أنا. تركي وقعي. علاش بدي وقع؟ لا تخافي ما في شيء بضرك، وقعي. ما وقع لا أرى شوف شو مكتوب. طيب اقري وبعدين وقعي. ماشي. أنا الموقع أدنان سعدية المسعود، أتعهد بالخروج من المستشفى على مسؤوليتي الشخصية وأنا بكامل قواي العقلية وعليه الوقع. لك ليش المستشفى الخصوصي مصاريفها كثيرة؟ ما بدي، طالعوني على البيت، مضطر أروح على البيت أنا. هلا انت وقعي وبعدين وين ما بدك باخذك. اسمعي مني وقعي احسن ما يطيروا 3 ملايين اللي تحتك. وانت شو عرفك؟ مرحبا انسة. الله يرضى عليك يا ام محمود، طاشش قلبها بدها كاسه مي ان شاء الله. مو تكرم عينك. الله يكرمك. هون عرفانين انه في 3 ملايين تحتك، مشان هيك لازم ننقلك على مستشفى خاص، لانه هنيك بنقدر نحطك بأوضة لحالك ونراقب الباب، ما حدا يقرب على الملايين اللي تحتك، فهمتي؟ وقعي. هاتي بوقع، هاتي وين بدي وقع؟ هون. ابو طارق طالع لي من هون بسرعة، طالع لي من المستشفى بابا. تكرم عينك رح طالع هيك محملة على كفوف الراحة. شو جاب لجاب؟ مرحبا. مرحبا انس. اهلا وسهلا. يا اهلا. هي الاخت ام محمود. اهلا وسهلا خالي ام محمود. حكينا معكم مشانا حابه بخصوص الموضوع. يا اهلا، ممكن توقع لي بس هون؟ يا على عيني. شو جاب لجاب؟ تفضل حبيبي. يا هون. ايوه يلا. شكرا. اهلا. ان شاء الله معفاي خالي ام محمود. الله يعافيك. الله يعافيك. وين نروح هلا؟ انس هيام اذا بتريدي. اهلا وسهلا. يا اهلا تفضلوا. اهلا وسهلا. اهلا. شكرا. اهلا. جيبيني طبايح. مرحبا ام حسين. هي ام محمود. ها جبنا لك اياها. ساعتني اذا بتريد لنقلع على التخت. هي مو براسي. تعال تفضل بن عمي. نقلني احملني. يلا تعال تعال. شو اكله؟ على مهلك تقولي. شو اكله؟ على مهلك بن عمي. شوي شوي جميل عليها. شوي 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 شوي. على مهلك. هاتي هاتي بايدك. تفضلي يا محمود. هاتي عنك هالخشبه. تركيها. تركيها من ايدك. ليش لازم تاكل خشبه؟ هي بتضايقك.
ما بيصير هلا هون مو مستشفى خصوصي حرة أنا بساوي اللي بكيفي اتركي يا معلش يا أنسة اتركي للخشبي معلش هي بتحب ألاقي الخشبي ما بصير لازم تشيل الخشبي عن صدرها مشان نوصل المونيتور شو هاد؟ مونيتور هلا اتركي لي الخشبي روحي اشتغلي لي بالمونيتور روحي طاقي طاقي مع الخشبي مرحبا لو سمحتي بدنا نطلع ماما اه بس مشان ما يشغل بالك انا بجوز اخر شيء نص ساعه او اكثر خلصينا بقى ماشي ايه اوكي يا اهلا هلا الله معك دخلت ليش مستعجله انت قاعده عم تصرخي فيي انا الطبله ضروري مين وهيدي محمود بتكون باين شغله كبيره ما اكيد تفضلي شكرا خذيها الكرسي انت بدك تضلي قاعده هون طبعا لكن مين بده يراقب المونيتور تركيه للمونيتور من ايدي تركيه ما بدي اياه قرا انا ما بصير بلكي صار لك شي فجأة او ليه لا ولو يا محمود لا تكلي هم لا تكلي هم نهائيا انا ما راح اتركك لحالك معه راح ضل هون ايه تقبرني يا طارق تعا اقعد جنبي لا تتركني لحالي عود بيسع ايه يلا هون لك ايه مالي تاركك لتطلعي من هون محملة على كفوف الراحة ان شاء الله المهم شو رايك تعطيني الورقة وروح اصرف لك اياها وحط لك المصاري بالبنك احسن لك اسمعي مني لا معلش انا شكرا كتر خيرك انا بصرفها بذات نفسي اسمعي مني ام محمود ما بتخسري بالمرة مستحيل انت طفلي حبيت اخدمك شو رقم ابنك بخرفك كان؟ جبتكم من ابني انتو؟ طولي بالك بدنا نجيب لك يا من هذيك المستشفى وانت عم تصرخي جيبولي يا جيبولي يا ما بدي ابني انا من اجا اجا ما اجا بي ما بدي ابني ده كان مين بديه؟ بدي بيع لي يا نصيب بدك تعطيه حلوانه؟ بدي يخلع الرقبة شيته ليش؟ لانه ما عطاني النمرة اللي بتربح جائزة الترضية ليش؟ قتلك قتلك ما اسألي قلبي قلبي رجاء بلا انفعالات القلب بلش يتأثر عمتي عمتي وينك عمتي عمتي افتحي الباب يا الله على عمتي 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 سمعتي شو عم اقول لك خلص لا تخافي ما تخافي افتحي عيون عليهم منيح ديري بالك منيح ها خلص لا تخافي اختي نعم عاوزك بشغلي بدي اسالك عن جارتكم هاي اللي هون اللجوج كثير بتقول طع يطلع بلعك وينها عم تحكي عن ام محمود شو بدك منها عاوزها بشغلي شو هي الشغله شغله بعرف شغله بس شو هي الشغله ايه بدي اخبرها خبر حلو خبر شو ايه خبر بعرف خبر بس خبر شو بدي بشرها بشاره حلو بشاره بشاره شو ايه قد ايه لجوجي بدي بشرها بشاره خليها ترقص رقص يعني شو منك ام محمود ما عاد تقدر لا ترقص ولا تفقش ليش اول باشتان ام محمود رجلها انكسرت ايه ثاني باشتان اجت على الجلطه واخذوها على المستشفى يعني هي هلا مو بالبيت يا اختي لك شو انت ما بتسمع قلت لك بالمستشفى وبينه مستشفى يا اختي بالاخره يعني ماتت عمتي بالاخره يعني بالاخره هوسبيتال بالمستشفى يعني وين بدها تروح تتعالج مسكينه فقيره وما معها مصاري بس ام محمود ما عادت فقيره وبتقدر تتعالج بمستشفى 5 نجوم شو قلت مستشفى 5 نجوم قولي اكثر 10 نجوم في عندنا هيك مستشفيات في عندنا هيك مستشفيات شو بعرفني فهمني اشوف ام محمود منين المصاري تدخل مستشفى خصوصي ليش انت ما دريتي بشو وام محمود ما خبرتي بشو معناته ام محمود ما بتعرف وانا اول واحد راح يخبرها وهيك راح يكون الحلوان محرز يلا بخاطرك وقف شو خربطت لي مخي فهمني شو القصه ام محمود منين المصاري تعالج بهيك مستشفيات تعالي معي بتعرفي كل شيء يا اختي لوين على الاخره لعند ام محمود اصلا انا كنت رايحه لعندها معناتها بنترافق سوا بنترافق بس على شرط تقلي حلوان شو بدنا ناكل لا تكوني لجوج على الطريق بتعرفي كل شيء امي خديني معي سدي حلقك واطلعي الله يخليكي خديها معي جدو أغي يا تضرب إن شاء الله طعي مين أم جدو أغي هدول؟ شو هالخطوط اللي عم تطلع المونيتور؟ هذا تخطيط القلب حلو تخطيط القلب؟ لا وشي قصدي مو حلو والله شو؟ لا يعني ما بينقال عنه حلو بس بينقال عنه مثل القمر بليلة تمامه مثل البدر آية من آيات الحسن والجمال لا فضة فوكي إيه ها هيك العالم تحكي معك حق جميل تحكي هيك عن الأنسة فعلا مبين عليها حلوة ولطيفة شو اسمك يا حلوة لا تقولي لا تقولي أنا بحزير
ما رح تقدر. وإذا حزرت شو بتعطيني؟ شو بدك؟ بوسة. لا شو تعطيني هنو؟ مثل ما بيطلب أي واحد من وحدة بيعجب فيها. يعني مزبوط، بس بكير لسا ما تعرفنا على بعضنا منيح. بس أنا حاسة إني بعرفك من زمان. وأنا كمان. حزير شو اسمي؟ اسمك قمر. لا فجر. كمان لا شمس. ما حذرت زهرة. كمان ما حذرت فاتنة. حلوة. لا ياسمين. كمان لا فلة. ما حذرت زنبقة. كمان ما حذرت حلا. حلا اسمك حلا. ايه مو معقول، ما بصير لازم يكون اسمك واحد من الاسامي اللي عديته. وليش ما بصير؟ لانه كل الاسامي اللي عديتها بتلبق لك. معك حق، بس واحد ما بايده يسمي حاله. لك لك ازبله للمخلوق ازبله. قال يا تعرف تشتغل بجهاز بلاش يقطش القلب شيتي قلبي.